مساء الخير، دي علبة البصل اللي معانا في العروض، نازلة بعرض هايل. دي اللي هي 3 3. كلكم سألتوا هي تاخد قد ايه. ده البصل هو على الميزان، وانتوا شايفين مؤشر الميزان عندكم على 2 كيلو 600، هو يعني هو موجود من عند الراجل كده، بس هي ممكن تاخد لحد 2 كيلو 800، ممكن تاخد لحد 3 كيلو. احنا هنعبي العلبة مع بعض. طبعا البصل علشان بيسحب رطوبة من الجو، فأحسن حاجة بيبقى في علبة مظلمة وجيدة التهوية، علشان حبات البصل ما تتحفنش ما بين بعضها. كل ما تبقى جيدة التهوية كل ما تبقى أحسن، والأفضل نتيجة برضو. خلي بالك وانت بتعبي البصل، يا ريت تعبيه واحدة واحدة، علشان ممكن يكون في واحدة بيضة جاية من عند راجل بيضة في النص، تقوم تضرب البصل كله. بتعبيها اهو، بتعبى قدامكم كمية. وطبعا نظافة، ان القشر اللي بيقع بيقع في الكيس، حتى لو وقع قشر مش هيقع بره ويبهدل المطبخ لما تفضل علبة بتفضيه. وانتوا عارفين ان البصل بيسحب رطوبة، فما ينفعش نحطه مع البطاطس، فبنعمل علبة للبصل. ممكن تحطي معاها توم على فكرة، وعلبة للبطاطس. يعني دايما احفظي البطاطس بعيد عن البصل. ادي العلبة خدت كله، ادي الكيس فضي، هتقفل معانا بسهولة. العلبة دي بقى ليها ميزة حلوة قوي قوي. بصي من هنا شوفي التقليب سهل ازاي، ان انت تقلبي البصل وما تمسكيها من قدام. وطبعا سهلة جدا ان انت تحطي حاجة فوقها. الحاز اللي انتوا شايفينه ده، الاطار ده شوفوا معمول هنا ازاي، عشان لو عندك علبة بصل او علبة واحدة تانية عايزة تشتري واحدة تانية تخزني الكمية اللي انت عايزاها، او عندك كمان بطاطس بتحطيها كل القعدة قد بعض. بس دي 5 لتر ودي 3 لتر. زي ما انت شايفة كده القعدة بالظبط قد الغطا لحد الحز هنا. اما احركها شمال يمين اهي بتفضل ثابتة زي ما انتم شايفين. فهي العلبة قدامكم خدت البصل، وانتوا على الميزان بعد ما عبيناها هتلاقيها وميزانها معدي 3 كيلو اهو بالعلبه.